حاجه انا عايزه اقول للستات، ان احنا عندنا عدم فهم الراجل خالص. الست داخله تشبع احساسها النفسي العاطفي، عندها فاهمه ان الجواز عصافير، داخله الحب الحب. انا اسفه جدا، كل البنات ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي هتتحل اخرج من البيت هتجوز. لا دي فكره غلط، مشكلتك مش هتتحل لما تتجوزي. الجواز عطاء، لازم تتجوزي صح. لا بصي، تفهمي صح اول فكره لازم نفهمها، الجواز مسؤوليه وعطاء. انت لما حد يقولك راح تتجوزي، انت راحه تشيلي مسؤوليه راجل وتحبيه وتخضعي له وتكرميه، مش رايحه تستغليه عاطفيا. صح. يبقى انا لما راح احب انا راح اعطي. ولازم نفهم يعني، يمكن انا قلتها في الانترو، اختاري الوقت اللي تتكلمي فيه. ما هنقولها دي ليه بقى؟ اختاري الوقت اللي تبقي عايزه تطلعي. عارفه ليه بقى الست ما بتبقاش قادره تسكت؟ ان هي داخله الجواز عندها فكره رهيبه ان هو طول الوقت لازم يدي، فهو هو هو النظام ايه اللي هدوس عليه يطلع لي حب، هيدوس عليه يطلع لي فلوس، هيدوس عليه. المفاهيم غلط. فانا ما بقاش حتى عندي طاقه. احنا ما فيش بنت، انا بسال الاف من البنات، احنا ليه بتقروا كتب عن طبيعه الرجاله؟ الراجل مختلف عن الست. الراجل مهم جدا نساله بعد اذنك، ممكن اقول لك حاجه يا حبيبي؟ تلاقي تدخله انت اتاخرت ليه؟ نزلي صباعك. احنا ممكن نتعلم نقول لبعض. لا وهو غير مقبول بمرة. غير مقبول ان انا انت اول ما تقولي له انت اتاخرت ليه وتعملي انت، الحياه تحولت والايه اتقلبت والدنيا باظت. قالها مجموعه من الازواج كنا عاملين ندوه، قالت ان مراتي تحولت لامي صاحبه الاوامر. انا مش لاقيها، هي بس بتديني انا عايزه انا عايزه انا عايزه انا عايزه. هات معاك وانت جاي، هات وانت معاك، ما بتسالهوش انت عايز ايه. النهارده بقول لكل ست، قدمي الحب لجوزك بطريقته مش بطريقتك. ابدأي كلامك ببعد إذنك، إن تستني لما يجي من الشغل. مهم جدا ندي مساحة إنه يهدى، ينام، ياكل، يسكت. ولما يكون غضوب انسحبي من الحوار، مش ده مش قلة قيمة منك ولا قلة قيمة مني أو منه إن أنا أسكت في وقت غضبنا. نحتمل بعض. الكلمة الحلوة تصرف الغضب. الكلمة الحلوة تفتح الأبواب المغلقة. وأنا عايزة أقول بس قبل ما نختم حلقتنا، إن إحنا مع الأسف وقتنا انتهى، ولو إنك هنكمله إن شاء الله. إن شاء الله. بس احنا مش جايين على الرجاله خالص 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 والله، بالعكس. في ستات يتفت لها 100 بلاد زي ما بيقولوا كده، ده حقيقه. عندهم طفوله وجدانيه مش طبيعيه. في ستات لا يطاقوا، والعشره معاهم بتبقى عشرتهم صعبه قوي. مفيش حد كامل، مفيش حد ما بيغلطش. ربنا خلقنا خطائين، بنغلط ونرجع نعتذر ونرجع نغلط تاني، وكلنا مش كاملين، الكمال لله وحده. احنا هنكمل موضوعنا ان شاء الله في الاسبوع اللي بعد الجاي باذن الله، لو عشت بقى وكان ليا عمر. ونورتيني يا اكرم. مرسي جدا، مرسي جدا جدا، شكرا.